أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مش شيف. في حلقتنا لليوم رح يكون معنا المدرب الرياضي الكوتش أسامة مصفر، رح نحكي عن الرياضة في رمضان بالإضافة لفقراتنا المعتادة أكل بحري والتغذية. أهلا وسهلا فيك معنا كوتش. أهلا فيكي، رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانت سالم. وانت سالم يا رب. طيب كوتش، احكي لنا كيف بلشت في موضوع الرياضة، وبلس احنا عم نحكي عن رمضان، احكي لي عن أجواء أكيد. رمضان معك. أكيد أكيد، كانت بدايتي في 2018، بلشنا زي الكل ما ببلش، معلومات قليلة، نتبع مع الكوتش اللي موجود في النادي، نسأله أسئلة وبجاوبنا ومنحاول نتعلم أكتر. شوي شوي طورت من حالي، بلشت أخذ دورات، بلشت أتعلم، وخبرتي على نفسي برضو زادت معلوماتي، وبعدها انتقلت لموضوع التدريب وصارت خبرتي في التدريب أكتر للناس وأعطيهم نصائح، أمسكهم من الألف للياء من ناحية تغذية تمرين كل شيء. بالنسبة لرمضان، كتير ناس بخافوا من رمضان، إنه إيش ناكل، شو نسوي، كيف نتمرن. الموضوع جدا بسيط، إحنا زي أي يوم نصحى، بنفطر، ناكل بعدها كم من ساعة وجبة، نفس الإشي رمضان. يعني ممكن نوزع بدل 6 وجبات على 3 وجبات، وجبة الفطور تكون معتدلة، مش تكون كتير كبيرة، لأنه هذا أكبر غلط الكل بغلط فيه، إنه لازم يكون وجبة الفطور معتدلة على أساس الجسم ما يصيبه حالة صدمة، وبرضه ما ترفع السكر في الدم كتير، وهي المشكلة اللي كتير ناس بروحوا عليها. بس هم كمان بالإضافة مش له موضوع الأكل، يعني الناس بتفكر إنه رمضان كسل، الواحد مش لازم يريح، لازم يريح، مش لازم يعمل إشي لأنه هو مش ماكل، ومش لازم يعني مش لازم يعمل أصلاً الرياضة. لا لا، بالعكس بالعكس. هلأ بالناحية الكسل، الواحد إذا تعود على الكسل بيزيد مع الوقت، فهو لازم يكون الواحد قادر إنه يقوم يتحرك ولو إشي بسيط، يعني نص ساعة على 45 دقيقة مش هداك الجهد، ومنفعتهم على صحته كتير أكتر من إنه يضلوا قاعد على الكنباية زي ما وبستنى القطايف أو بستنى الأكل أو القطايف أو بلهي بحاله بأي إشي. هلأ موضوع النادي في رمضان ممكن يكون شوي غلبة، فإحنا بدل ما يكون 5 أيام، لو كان 3 أيام مش مشكلة، 4 أيام يعني مش شرط إنه يكون زي باقي الأشهر، لأنه بالآخر شهر صوم وعبادة، والهدف إنه نطلع منه بصحة جيدة وبرضه أقل خسائر. بالضبط. فأهم إشي إنه الواحد يحافظ على وجوده في النادي، ولو يتمرن نص ساعة على 45 دقيقة 3 أيام في الأسبوع ل4 أيام كافي، يعني بيقدر يغطي كل العضلات، ما يخسر عضل. كتير ناس بخافوا إنهم يخسروا عضل في رمضان، هذا الإشي ما بصير إذا أنت حاسب أكلك، حاسب سعراتك، محافظ على نومك نوعا ما. اكيد النوم بتخربش في رمضان كثير، اكيد سهر وكذا بقلب اليوم كامل، بقلب. فاذا حافظ على اكله وحافظ على نومه وتمرين معتدل ما بخسر عضل. هلا في ناس بيجوا مثلا بيستفيدوا في رمضان، وهذا بعتبره شيء يعني خساره وزن، خساره وزن. هذا ذكى انه رمضان بيساعدك انك تخسر وزن، بما انه في 16 ساعه هدول انت ما بدخل اي شيء على جسمك، فهون بصير جسمك يستفيد من المخازن الموجودة أصلاً، الدهون. بالضبط بالضبط، مخازن الدهون، فبصير يحرق فيها. فهون أنت تستفيد إنه من رمضان تنزل وزن، تنزل دهون، وبتكسب صحتك. أكيد طبعاً، أنت تدخل على المطبخ تعمل أكلك الصحي ولا يعني لا؟ هيك وهيك، وأكيد مرتي بتساعدني. يعني هيك وهيك. طب إحنا اليوم فكرنا إيش بدنا نعمل، قلنا كوتش عيب نعمل إشي حلو على الآخر، فقلنا بنعمل إشي بسيط اللي هو التمر، ويعني بنحشي بمكسرات اللي هي لوز أو جوز، وبنحطه في دارك شوكولات أو حلو صحي نوعا ما، نوعا ما صحي. بس قبل هيك خلينا نروح نشوف فقرة نيوتري توك وزميلتنا آية ترك إيش محضرت لنا. بنحب نهتم ببشرتنا سواء كان فيها مشاكل أو لا، مهم نعرف إنه طبيعة أكلنا بتأثر كتير على بشرتنا. يعني لو الأكل أغلبه سكر أو وجبات سريعة وما في شرب كميات كافية من المي، أكيد كله رح ينعكس على البشرة حتى لو كنا بنعمل روتين صحيح للعناية فيها.
وما بقصد هون إنه ما نستخدم كريمات أو علاجات تعالج مشاكل البشرة أو حتى تحافظ عليها، هذا إشي أكيد، بس ضروري يكون مع اتباع نظام أكل صحي، لأنه بالنهاية أي عناية أو علاج للبشرة لازم يكون متكامل. تبين أنه 90% من المراجعات اللي كانوا بيلتزموا مع أكل صحي وكانوا يعملوا عناية بالبشرة رضاهم جداً كتير عالي، بعكس المراجعين اللي بدهم يعملوا جلسات أو ما بدهم يتناولوا أكل صحي. هلأ كتير من الناس طب بتقولي لك أنا بتناول أكل صحي ولكن بشرتي مش حاصل على النضارة اللي أنا بدي إياها، ليش؟ لأنه أوقات بيكون له علاقة وراثياً، بحاجة لإشي محفز، جلسات علاجية تساعد على تجديد الجلد، بعد العلاج بيكون داخلياً بعدين خارجياً. في أطعمة بتسبب مشاكل للبشرة، لأنه مثل ما بنعرف الفيتامينات نوعين، في فيتامينات ذائبة بالماء وفي فيتامينات ذائبة بالدهون. الفيتامينات الذائبة بالدهون بالعادة الجسم بياخد بحاجته وبيخزن الباقي بالدهون، والفائض منه بتحول لسموم. فعاد كتير من المراجعات لما بتناولوا بعض المأكولات إحنا بنحس إنه لازم بدنا مساعدة من أخصائي التغذية نشوف ليش في بعض المشاكل على سطح البشرة. الفيتامينات اللي بتكون دائبة بالدهون مثل فيتامين دي إي كي، هدول الفيتامينات تناولهم بكثرة ممكن يسبب عنا سموم فائضة، فعاد بدنا ننتبه للمأكولات اللي فيها فيتامينات ذائبة بالدهون. كيف بقدر أميزها؟ حسب حاجة جسمي بمساعدة أخصائي التغذية. الفيتامينات الذائبة بالماء بالعادة الجسم بياخد حسب هو حاجته وبيصرف الباقي، فعاد الجسم بحاجة بشكل يومي لنتناولهم مثل فيتامين بي وسي، لازم بشكل ريجولري انه نتناول هدول المأكولات الغنية بهدول الفيتامينات. هلا كثير من المراجعين بقول لك طب مش ضروري بطريقة دورية، اذا ما تواجدوا بالجسم بيكون في عندنا جذور حرة، بيكون في علامات تقدم في العمر، بيكون عندنا التهابات. هلا كثير من المراجعين مثلا لما احنا بنطلع على سطح بشرتهم بنلاقي في مشاكل، كيف بنخمن حسب الفيتامين الناقص؟ على سبيل المثال لما يكون في عندنا بعض الانفلاميشن او نوع من انواع الاكني، بعرف انه في عندي ناقص بالفيتامين سي او اي او اي، طبعا بحاجه مش يعني في طريقه معينه، في اكل معين، سيستم معين، كيف ندخله على الجسم طريقه صحيه بموازاه مع اخصائي التغذيه. في كتير أطعمة بتساعدنا إنه نحصل على بشرة صحية، اخترت من بينهم هدول الخيارات. أولاً في عنا الجوز. الجوز بيحتوي على الأوميغا 3 المهم جداً لصحة البشرة. ثانياً في عنا الجزر، والجزر كتير غني بالبيتا كاروتين يلي هو من مضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة يلي بتتسبب بتجاعيد البشرة. في عنا كمان برتقال وليمون وغريب فروت يلي غنيين جداً بفيتامين سي يلي بيلعب دور أساسي في بناء الكولاجين وبالتالي تجديد الخلايا، يعني مرونة أكبر بالجلد. وأكيد ما بدنا ننسى المي ودورها الكبير في ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف. بدنا نحاول قد ما فينا ننوع بينهم ويصيروا جزء من نظامنا الغذائي مع روتين عناية صحيح للبشرة لحتى نحصل على بشرة صحية ونقدر نحافظ عليها. ورجعنا لكم من جديد مكملين معك كوتش. أوكي. بس هلا بدنا نبلش نعمل مع بعض التمر. اوكي ناخذ جلوفز. شكرا. هي كمان وحده. طب كوتش خلينا نحكي، بما اننا كنا نحكي عن مساله الدايت في رمضان ونزول الوزن وهذا الموضوع، نحكي كمان عن موضوع الاكل. إنه الإشي مش بس رياضة، دايماً بيحكوا إنه 30% رياضة 70% أكل. صحيح، الأكل جداً مهم لأنه الأكل هو بنزين الجسم، فهمت علي؟ فإيش بتدخل له أنت، إيش بيطلع لك ناتج بالآخر. فإذا كان أكلنا محسوب الكمية اللي بيحتاجها الجسم، إذا في حال إحنا بدنا نخسر وزن بدنا ننزل من ضمن الاحتياج اليومي. يعني مثلاً واحد وزنه لنفرض 70، لنفرض إنه بيحتاج 2500 كالوري، فهو بده ينزل في السعرات
عن الحد المحافظة تبعه، فبده ينزل من 300 ل 500 سعرة. فبده يحسب كمية أكله في اليوم على 2000 سعرة لنفرض، فهمت علي؟ فبده يوزعهم على 3 وجبات لأربع وجبات، فهيك هو بكون دخل كمية الأكل اللي بيحتاجها جسمه بس أقل من احتياجه، براعي برضو أنه يزيد البروتين على أساس يقلل خسارة العضل، وبحافظ أنه يوصل لهدفه اللي هو نزول الدهون. هلا الحلو ما حدش بيقدر يقاومه في رمضان أكيد، بس يعني أكيد ما نروح للحلو بشكل هجومي، يعني القطايف أكيد مش حد بيقدر يقاوم القطايف، يعني لو حبة كافي، فهمت علي؟ ومش كل يوم، ما هو إحنا إذا بنبلش ما بنخلص أكيد، ومش كل يوم يعني، يعني اعتبروا لو الناس تعتبر الحلو زي تشيت ميل، إنه مرة في الأسبوع لمرتين في الأسبوع بشكل معتدل. بس مرتين بس بكفي الماكسيموم مرتين أكيد. طيب نحكي عن موضوع التمر، إنه هو كمان إشي حلو ممكن نستبدله بالحلو برمضان. أكيد حلو صحي، تمر رسول عليه الصلاة والسلام يعني حكينا نفطر منه لحبة لثلاث حبات، في سعرات بس مش سعرات كثير عالية، بس برضو ما نروح على التمر بشكل مبالغ فيه. يعني مثلا ما ناكل 10 حبات 15 لازم حبة لازم فردي صح على السنة. أكيد هذا الإشي مختلف عليه، بس في الآخر هو سعرات، الجسم بفهم سعرات، فهمت علي؟ فكل حبة تمر فيها 60 سعرة لنقول، فلو أنا بدي أكل 15 حبة هي وجبة، وجبة كاملة، وجبة كاملة. فالناس بتقول هذا صغير ما فيش فيه، لا هو بالآخر بجمع سعرات، فهمت علي؟ فهو حلو نقدر تعتبره، بس برضو نفس الإشي زي ما حكينا باعتدال. باعتدال. طيب شوف احنا شو رح نعمل، شفت انا شو عملت صح؟ اكيد. اوكي رح نفتح هي التمر، اصلا طلعنا الـ 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 النوى منها بالضبط، رح نحشيها يا اما لوز يا اما جوز، بعدين نغطسها بالشوكليت. تمام تمام تمام. هلا بس اخلص هاي بيجي دورك. اوكي هاي هيك تمام، يعني نوعا ما هيك صحي صح؟ يعني مع الشوكولا بس هاي ناكل فيها واحدة هاي بس واحدة أو نص واحدة حتى. لا معقول؟ كتير شوكولاتة كتير؟ طب ما هي دارك. لا هي دارك أوكي، بس يعني بيكون فيها أقل سكر أكيد، بس بالآخر شوكولاتة صحيح؟ بس ممكن نحط زبدة الفستق معناته صح؟ هيك بصير دهون صحية. بصير دهون صحية، بصير صحي. طيب يلا جرب هلأ دورك. أوكي طب خلينا نحكي كمان عن موضوع ال بيحكوا انه مثلا التمرين قبل الواحد وهو صايم اذا بيعمل كارديو بيساعد الموضوع انه ينزل وزن اسرع، او امتى الوقت المناسب لانه الواحد يلعب في رمضان، ولا ما في وقت مناسب اصلا يعني هلا اي وقت بزبط؟ شوفي خلينا نستعمل زبده الفستق افيد. موضوع التمرين في رمضان كثير ناس بيختلفوا عليه. كان في الشوكه اسهل لك. اسهل لي خلاص بس هو ما في وقت معين انه يتمرن الواحد، يفضل انه بعد الفطور. ليش؟ الجسم بيكون في قبل الفطور في حاله ما في مي ما في اكل، فبصير اجهاد، يعني ما في الجسم يعوض على طول بعد التمرين النواقص الاملاح المي اللي خسرها في التمرين، فيفضل انه يكون بعد التمرين. في ناس بحبوا يتمرنوا قبل الفطور بساعة منيح، بساعد إن الجسم يخسر كمية دهون بما إنه هو بكون حالة فاستنج، فبس بيعتمد على طبيعة الجسم على طبيعة شغله. ممكن واحد بيشتغل من 8 الصبح للساعة 5 وبيشتغل وبتعب، بعدها بيروح يتمرن فيمكن يصير عليه إرهاق، فهمت علي؟ فحسب طبيعة الجسم، حسب طبيعة شغله، حسب طبيعة يومه، يعني عادي بنقدر بأي وقت. أكيد أكيد. بس بعد الفطور بكم ساعة المفروض؟ بعد الفطور بساعة ونص هو أنسب وقت، بيكون الجسم امتص الأكل وصار جاهز، إنه الدم طلع من المعدة وصار جاهز إنه يتمرن، على أساس ما يصير تخمة وإحنا بنتمرن، وهذا إشي كتير بصيرنا الناس في رمضان بالذات بيأكل 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 وبيطلع التمرين بحس حاله مش قادر يلعب لأنه صار عنده تخمة، لأنه الدم مش موجود غير في المعدة. طيب لو بدنا نحكي عن موضوع الحلو
طب الحلو اذا هو بده ياكله لازم ياكله قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ ملوش علاقه، لانه الجسم ما بيفهم قبل ولا بعد، الجسم بيفهم من اول ما يصحى لحد ما ينام. اوكي، فهي السعرات واحده، دخلها قبل ولا بعد. انه عمليه حرقها بيكون اسرع ولا ما خص؟ لا ما خص، لانه الجسم بيحرق اللي اكلتيه امبارح. اوكي، فهو الجسم ما بفهم انه هلا دخل سكر هلا بدي احرقه، مش هيك الاشي. الجسم بفهم من اول ما اصحى لحد ما نام قديش بدخل سعرات قديش بدخل سكر، فانت رح تاكله اليوم رح تندم عليه بكره. اوكي. طبعا احنا هلا رح نكملهم، بس قبل هيك خلينا نروح نشوف فقره غزه، فقره بحر، ايش محضرين لنا اطباق بحريه. ايش بدك تعملي لنا اليوم؟ بدي اعمل لك اليوم جمبري بانيه وكاليماري بانيه. ايشي جهزته في غيابك، حيكون اشي سهل وظريف، بديش تعمل لي ولا اشي. تمام تمام. طب ايش بس زين لي الصحن، زين لي الخضار لصحن التقديم. طب ايش بدك تقدمي لنا معاه؟ ايش بدك تعملي لنا معاه؟ حقدم لك معاه اكيد جهزتها سلطه المايونيز وصوص التوميه. اشي ولا اروع. ممتاز. اشي خرافي. ممتاز جدا. جاهزتين من الصبح يعني هدول؟ جهزت من الصبح وريحتك اليوم، ريحتك على تمام. الاخر. طب خلص انا ايش بدك تتبيله له هذا؟ بدي احط عليه بس جهزته بالطحين. وبدي احط عليه البقسماط. خذي هيو. وين؟ هي اللي انت مجهزيتها برضه الخلطه. كله جاهز، انت اليوم حترتاح. اجهز انا الخضار للتزيين؟ جهز الخضار. طب وانا بدي اجهز المكونات. طب الاكله. طب انت من ايش هذه الخلطه عاملاها؟ التتبيلة هذه بتهيألي للجمبري. هادي يا سيدي العزيز، الجمبري والكلماري ورشيت عليهم الطحين وحطيتهم في الثلاجة نص ساعة عشان يتماسكوا منيح، وجهزت لهم التتبيلة الروعة هادي، عبارة عن طحين وشوية مي وشوية بهار سمك وشوية شطة وشوية مي عشان إيش يتماسكوا مع بعض بحبات الجمبري والكلماري. تمام. بنغمس الجمبري بالخليط اللي معنا وبنضيفه للزيت. حبة ورا الثانية. لازم الزيت يكون حامي كتير. عارفة أنا في حياتي ما شفت جو حلو زي جو فلسطين. أكيد. عن جد. هو في أحلى من يافا وعكا وحيفا؟ والله يا رأي ما في. اليوم انت مريحانه يا مرتي. بعدين الكاليماري والجمبري بتهيألي انت جبتيه من بحرنا صح؟ اكيد من بحر بلادي. بستنى على السمكات يتحمروا منيح وياخذوا اللون الذهبي المميز، واهم شيء اتاكد انهم مستووا من جوا. اكلتنا اليوم على فكره خفيفه ونظيفة. هذا الأكل فيها غلبة. لذيذ كتير. فيش فيها غلبة. طبعاً. هينا جهزت أنا الخضار للسلطة للتزيين. وأنا سمكاتي جهزت. طلعيهم يلا طلعيهم. شوف ما أحلى هاللون. يا عيني يا عيني يلا طلعيهم. قرب الصحن على المقلاية. يا سلام. إشي بشهي. الحين هيك احنا بنزين الخضار. اه ضروري نزين الطبق. جهزت أنا السمك؟ أنا جهزت سمكاتي جاهزة. وأنا هيني جهزت صحن الخضار تبع التزيين. نجهز الجزر. جهزنا صحن الخضار. الحين إيش بنفرد عليه هذا؟ بنفرد عليه هنا إيش؟ الجمبري والكاليماري. تمام؟ هيني جهزت لك السلطة. تمام هيك جاهزة. وأنا عملت الشغل اللي طلبتيه مني. وأنا كمان كنت الشيف اليوم، وأنا كمان جهزت كمان صحن أوه سلطة. تمام يعني عامل واحد. حنزين
هذه أكلة مميزة وخفيفة وظريفة وقريبة على المعدة وقريبة على القلب. الجمبري بانيه والكلماري بانيه، وبعدين الأكلة ظريفة وممكن تقدم معها، يعني الناس يقدموا معها كتير أشياء. في ناس بتحب تعمل جنب معها رز بينفع، في ناس بتعمل معها سلطات خبز فينو. أنا اليوم جهزتها بخبز الفينو. خبز الفينو مع التومية بيطلع كتير روعة. هيك الأكل صار جاهز. خلص هذي خليها هنا. خلصنا. يا سلام، أنا مش مصدقة إنه الأكل جهز بسرعة وكان خفيف وظريف وبسرعة طول. خلصنا وجهزنا، إن شاء الله صحة وألف هنا يا رب. يا رب ينعاد علينا رمضان وإحنا بألف خير يا رب. يا رب يا رب. نحطه الحين على طاولة السفرة عبال ما يأذن الأذان. يلا ناخذ يلا الأكل ونوديه وين؟ على طاولة. رجعنا لكم من جديد ومكملين مع كوتش. هلا بدنا نحكي عن المفاهيم المغلوطة المعروفة عن الرياضة عندنا كثيرة، زي موضوع الحديد والبنات، انه البنات ممنوع يلعبوا حديد، بيبنوا عضلات، ايوه بصيروا زي الشباب. فخلينا نحكي في هاي المواضيع. هلا من ناحية البنات ما بيبنوا زي الشباب بالضبط، انه مش بنفس السرعة او مش بنفس الكمية. خلينا نحكي يعني ممكن الشاب ياخذ بروتين ينظم اكله يروح ست اشهر يصير عليه عضلات، الواحد يلاحظ انه بيلعب في النادي. بس البنت بدها وقت كتير اطول وكميه تمرين كتير اكبر عساس توصل. حتى موضوع الاكل صح، اكيد لانه الشباب بياكلوا وجبات او كميه اكل اكبر بيقدروا ياكلوا اكثر. بس هو البنات برضو لهم تمارين الخاصه، لهم طريقه لعب الخاصه. يعني بنات بحاولوا يركزوا على مناطق غير عن الشباب. فهمت علي؟ اساس تحافظ على الشكل المناسب على الشيب. على الشيب بالضبط. هلا ما في خوف انه الوحده تتمرن انه راح تصير شباب. كثير بنات بخافوا من هذا الشيء، وهذا الشيء من مره مش صحيح، مفاهيم مغلوطه بالضبط. بنحكي كمان عن موضوع انه مثلا المراهقين او الصغار اللي تحت ال 16 او ال 18 ممنوع يلعبوا رياضه، ببطلوا يطولوا بصير عندهم نمو بطيء. لا هذا برضه شيء مش صحيح. الواحد بيقدر يبلش في النادي من عمر 14 سنه. موضوع النمو ما لهش علاقه في الحديد. يعني انا بقدر اتمرن كل التمارين بدون استثناء وبنفس الوقت بضلني اطول. يعني بقول لك انا ممنوع تلعب سكوات، انت ممكن ياثر على طولك. هذا الإشي برضو من مرة مش صحيح. مزبوط. علمياً أثبتوا إنه ما إله أي علاقة. يعني الطول في العمر في التمرين ملوش علاقة. يعني إحنا هلأ نحكي عن موضوع كمان إنه يعني مش هم إلهم تمارين خاصة، لا هم بيقدروا يلعبوا أي إشي. نفس الإشي بالضبط. حتى أوزان. حتى أوزان، ولكن يراعي إنه لسه هو بنمو، مفاصله مش زي مفاصل واحد عمره فوق 21. بتكون أطرى. بالضبط، بيكون نسبة إصابته شوي أعلى. مش كتير، شوي أعلى. فهو لازم يكون داير باله. كتير شباب بدخلوا النادي بس همهم إنه يرفع وزن، وهذا مفهوم مغلوط عند الشباب بالذات، إنه بدخل النادي بده أكبر عضلة ممكنة، بس هو لما يدخل النادي بده يرفع أكبر وزن ممكن. فهذا هو المفهوم المغلوط. أنت شو بدك هلأ لرفعين الأثقال؟ هذا هدفهم. بس للاعبين كمال الأجسام أو لاعبين الفتنس لازم يعرف هدفه، إنه أنا بدي أبني جسم، مش مهم الوزن اللي برفعه. وهذا الإشي يعني ياريت يتصلح عند كتير شباب، لأنه كتير عم بضروا حالهم، بيرفعوا أوزان بصير عندهم إصابات ما بيخليه يكمل في مسيرته في النادي. يعني شهر شهرين ثلاثة وبتلاقيه عاد في البيت، وإحنا هذا الإشي أكيد ما بدنا إياه عشان صحتهم. طيب نحكي كمان من المفاهيم المغلوطة إنه
انه انت نحيف او انت نحيفه ليش بتروحوا على النادي او ليش بتروح بتلعبوا رياضه، انه هذا الشيء مش صح، انه شو بدك فيها؟ اكيد الرياضه اول شيء كانت لصحه الواحد بالضبط، يحافظ على صحه قلبه، يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، يحافظ على ضغط دمه، كل هاي الامور يعني يضل هيلثي. هذا اول هدف للرياضه. الهدف بعد هيك انه يكون شكل جسم حلو، انه يعطي الشيب المناسب، مش شرط يكون كتير ضخم في حال كان ضعيف، يعني شيب شوي زياده بخليه واثق من حاله، بخليه مرتاح لما يلبس إشي ينبسط فيه. هذا الإشي كتير حلو. يعني انا كنت اول ما بلشت كتير ضعيف، يعني كان وزني 62، حاليا وزني 90 كيلو، ما شاء الله. فلو بيحكوا لي هو زياده بس برضه لما صرت شوي شوي اتطور صار عندي ثقه بحالي اكثر، انه في شيب حلو، البس شيء حلو انبسط فيه، فهذا الشيء بينعكس على النفسيه. فلا اي حدا لازم يروح، وحتى الواحد يعني الواحد اذا بدخل في نفسيه مش يعني او طاقه سلبيه بيطلع بطاقه كثير حلوه لما يطلع من الجيم 100%. يعني هي نفسي اكثر من ما انه كمان اكثر من أكيد. انا بحكي عن حالي انا شخصيا، كل واحد بمر بضغوط في اليوم، فانا بكون مثلا بستنى الساعه اللي اروح فيها عشان افرغ، عن افرغ 100%. صح صح، مزبوط. فهي مهمة. الواحد يعني الواحد بيلاقيها بصحته، بجسمه، أكيد. في كل هذا الحكي اكيد. طيب. وقت بيستثمر بطريقه صحيحه. طيب هلا احنا جاهزين هيك منظرهم زاكي صح؟ سلم بديكي كثير زاكي. طيب خلينا نروح نشوف. هلا عندنا فقره، احنا بنحط لك صوره على الشاشه هون ومن خلال هاي الصوره انت بدك تحذر ايش هاي الاكله او طبق الحلو. اوكي تمام تمام. هذه هذه شو هدول؟ هدول حمام. بس شو هم؟ ريش. ريشة. اوكي. ايش اشي له علاقة بالاكل؟ دجاج محشي؟ لا. ايش هو؟ مش عارف صراحة. طب اسمهم ما بيشبه اسم نوع لحوم مثلا؟ بط؟ لا. ريش. 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 ريش خروف. ايوه شفت ما اسهلها. مش كثير سهله بس. لا والله سهله. ريش خروف. ريش خروف. صح. طيب كوت شكرا لك وشكرا على هاي المعلومات الحلوه والقيمه اللي استفدنا منها. الله يسعدك وشكرا اكيد لاستضافتكم لي وانبسطت فيكم. واحنا شكرا. كمان انبسطنا. الله يسعدك. يعني عملنا لك طبق حلو نوعا ما مرتب. صحي. يعني ها شوي صحي. أكيد. أكيد. شكرا لك. العفو. طبعا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، استنونا بحلقه جديده. رمضان كريم.